بين الحياة والموت في عدن أقل من أسبوع واحد. فبعد أيام من مواجهات دامية شهدتها المدينة، أقيم مهرجان فني في منطقة قريبة من مواقع الاشتباك. كما أقيم المهرجان في ساحة تحمل اسم المحافظ الشهيد جعفر محمد سعد، والذي شهد أول احتفائية حملت اسم الحب والوفاء، وهو المهرجان الوحيد الذي رآه في المدينة قبل أن يغتال في أحد شوارعها بمتفجرات ما زالت مجهولة المصدر. ومع كل ما عانته المدينة منذ أول مهرجان أقيم في 2015، حافظ مجموعة من أهالي عدن على أيام فرحتهم التي تشهد عروضاً مسرحية وثقافية ورقصات شعبية وفلكلورية ومعارض للصور والرسوم والموروثات الشعبية. وقال القائمون على المؤسسة المنظمة لمهرجان الحب والوفاء إن هدفهم إيصال رسالة مفادها أن مدينتهم في أمان وأن الحياة عادت إلى طبيعتها. وقد حرص الحضور على البقاء لفترات طوال، ما دفع المنظمين إلى تمديد زمن المهرجان وإيصال النهار بالليل في مدينة تحاول أن تعيش أياماً بلا ظلام.